بين زحام لوحات الفنانين والفنانات تفتحت موهبة فنية بقلم طفل في العاشرة من عمره. محمد رضا شق طريقه بثقة وموهبة استثنائية في ساحات الفن والإبداع، وبالرغم من صغر سنه فإنه استطاع أن يقدم باقة متميزة من اللوحات. بدأت الرسم وأنا عندي 5 سنين، وأول حاجة رسمتها بعض رسوماتي يعني رسمتها من ضمنهم بابا وماما وبعض الشخصيات المهمة في بلدنا. أنا كنت برسم في الصورة بتاعت بابا وماما، وماما دخلت شافتني وأنا برسمها وبقت فرحانة وندت لبابا، وبابا شافها وبابا فرحان مني جدا. في صور بتاخد مني مثلا 5 ساعات، وفي صور اللي هي بورتريهات بتاع الناس بتاخد مني يوم أو يومين مثلا. أكتر صورة حبيت أرسمها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان هو قائد جميل لمصر وأدى خدمات لمصر يعني جميلة. أكتر صورة صعبة رسمتها صورة الفلاحة، عشان هي خدت مني أوقات كتيرة ووراها منظر طبيعي ياخد مني أوقات يعني. وأنا برسم الشخصيات دي عشان لما بنشرها مثلا عند صفحة بيشوفها وفرحانين مني جدا. أنا في الأجازة بحب أرسم أكتر من أن أنا ألعب. اللعب ده يعني حلو برضو كده، بس الرسم بحبه أكتر. بحس وأنا قاعد برسمه كده ببقى حاسس إن أنا ساعة ما أرسمه وتخلص أوصل شغل الفن ده للناس، والناس تشوفه وتتبسم من الصورة اللي رسمتها دي. أكتر هدية بتعجبني في عيد ميلادي هي أدوات الرسم، وبشكر ماما وبابا عشان هما اللي بيجيبوا لي الأدوات دي عشان أرسم. لما بكون قاعد فرحان برسم وجه بيضحك سمايل كده مثلا، ولما بكون قاعد زعلان ومتضايق برسم وجه حزين ومتضايق جدا. وجد نفسه أسيرا لحب الرسم، فكانت لوحاته تنبض بالحياة حتى استطاع أن يحرز جوائز التفوق والإبداع كأصغر رسام وفنان تشكيلي. أول ما شفته وهو بيرسم ملامحنا نبابات فجئت يعني، مع سنه كان سنه 4 سنين 5، واتفاجئت إنه يوصل للملامح بالدقة دي يعني. بدأ يروح مثلا المدرسة، المدرسين يشوفوا رسمه برضو يبعتوا يقولوا لمحمد حاول تنمله الموهبة دي يعني. فبدأت برضو المدرسين يبعتوا لي أرقام الأكاديميات وكده، فبدأت إن أنا أودي أكاديمية قريبة منه. أغلبية رسومات محمد أو بعض رسوماته كانت بتفاعل مع الأحداث اللي موجودة يعني. من فترة كان بعد ميلاد الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب، فبدأ إن هو يرسم، قال ماما أنا عايز أرسم له صورة أو أرسم مع الذكرى دي صورة ليه. قلمه لم يتوقف عن السعي لتحقيق أهدافه وطموحاته، طموح جعل محمد يرى في رسم البورتريهات فرصة لرسم البهجة في قلوب الناس. يقف بقلمه وشغفه ليضفي على اللوحات بهجة يجسد بها الملامح الطبيعية والوجوه الإنسانية بأنامله الصغيرة، حتى تكاد لوحاته أن تنطق لقربها الشديد من الواقع. إسراء يعقوب، NBC مصر.